بسم الله الرحمن الرحيم. رح نأخذ في هذه المحاضرة موضوع الـ Differentiation and Integration Power Series. أنا رح أعطيكم Power Series ممكن تكون About Zero يعني ما كلورين، وممكن تكون تايلر عند أي. أنا حبيت أعطي ما كلورين وأنتم بتقيسوا عليها موضوع التايلر. شوف هون المتغير X، تمام؟ فلما نيجي نفكها شو بتطلع؟ A نوت A1 X. طبعا ال A نوت و A1 A2 هي أعداد حقيقية. هسا لو بدي أشتقها، شو مشتقتها بصير؟ الأول صفر بصير A1، 2 A2. ملاحظين أنه لازم الأس يكون أقل إشي X الصفر. فركزوني بهاي الشغلة، انسوني من فكتها، خليني نرجع هاي. لما باجي بشتق الثابت هذا ما بنشتقه، مشتق ال X أس K. هاي شو مشتقتها؟ K X أس K ناقص 1. فانتبهوا لي مزبوط انه العداد ببطل زيرو، بصير ايش؟ بصير واحد. وهي شغلة كتير مهمة، خلينا نحط عليها دائرة عشان تهتموا فيها. يعني بيكون k تساوي زيرو، لما بشتق بعمل k تساوي ايش؟ واحد. ليش؟ عشان لما بعوض تصير الصفر. طب تخيل لو اشتقيت مشتقة ثانية، هذا افرض بدي مشتقة ثانية، تجيب هون مش تصير k ناقص 2، منين بتصير تبلش؟ من الاثنين، مزبوط. مشتقة ثالثة من الثلاث. فدائما عند الاشتقاق العداد بصير يزيد عشان ممنوع الأس يكون سالب. يعني لو خليته صفر وصار الأس سالب ممنوع هذا الحكي. أوكي؟ بالنسبة للتكامل ما عندي مشكلة، احنا بنكامل هاي X أس K زائد واحد على K زائد واحد زائد C. أسهل طريقة لإيجاد C أنه نصفر هاي السيريز. لو حطيت X صفر بتروح السيريز كلها. طيب أول إشي شو راح نستفيد من هذا الموضوع؟ في سيريز معروفة بالنسبة لنا اللي أخذناهم. احنا أخذنا هذول الـ ESX والكوساين والساين اللي بتذكرينهم، أخذنا الجيومتريك. هذول ممكن احنا نبلش منها، يا بشتقها يا بكاملها بوصل لهذول. شوف علي كيف. تان إنفرس، هل هاي أنا حافظها؟ لا. طب كيف بقدر أوصلها؟ ممكن نشتقها ونرجع نكملها. نشتق ثم نكمل. ليش؟ شو مشتقة التان انفرس؟ مشتقتها واحد على واحد زائد اكس تربيع. طيب هاي انا بقدر اكتبها على شكل باور سيريز، هاي عبارة عن جيومتريك. خلينا نشوف اللين. شوفوا ركزوا معي، التان انفرس واللين هذول اشتقن بصير باور سيريز، بصير باور سيريز، مش عفوا بصير جيومتريك، بصير جيومتريك اللي هي الصيغه اللي احنا حافظينها. طيب اللين نفس الشيء، بشتق ثم نكامل. خلينا نشوف هاي، هاي اشتقيتها هيك صارت. طيب لو بدي اكتبها على شكل ماكلورين، حكينا اما تكون هون واحد واحد، هون المفروض يكون ناقص. إذا زائد باخذ سالب X تربيع وبعمله كله أس K. أوكي هيك صارت. شو هيك صارت؟ ماكلورين سيريز. هو المفروض يكون ناقص هون، بس إذا زائد بتصير ناقص الناقص، يعني بدخل الناقص هون. طب خلينا نفكها. بتتوزع الكي على الأس، هذا السالب سالب واحد، بصير سالب واحد أس K X تربيع أس K، يعني X أس 2 K. حلو كثير. ارجع كاملها هسه، انا مش اشتقيتها. في ناس بيقولوا طيب اشتقين، هذول اللي عقولهم صغيره، اللي عقولهم صغيره يعني مش طالب جامعه سنه اولى، خلينا نحكي انه خلص كالكولس 1 وبلش كالكولس 2. في ناس يعني تقول له مثلا جمعت وطرحت، اي شو استفدت؟ اشتقيت وكملت، شو استفدت؟ انا في عندي هدف. انا لما جيت اشتقيتها عشان اخلي لانه هاي مشتقتها معروفه بالنسبه لي، هاي بقدر اعملها على شكل باور سيريز او ماكلورين سيريز. هسه لما باجي بكامل هاي بصير تكاملها على شكل باور سيريز. انا بدي التان انفرس، خلينا نكمل. ها هاي هون كملنا، يعني التان انفرس واللين ليش بفضل اشتقه وبعدين اكامله؟ طبعا اذا اشتقيته وكملته برجع زي ما كان، بس انت شو بتستفيد لما تشتقه؟ بتكتبه سيريز كامل الجهتين بصير تكامله سيريز. انا شو اللي بدي اياه؟ بدي ماكلورين سيريز للتان انفرس. طيب اشتقيته كتبته على شكل سيريز، يلا كامله. شو هذا تكامله؟ تان انفرس اللي انا بدي اياه، تمام. وهون شو التكامل؟ انت بتكامل الاكس، هاي الثوابت كلها خليها زي ما هي.
هاي عندك كي تساوي الحديد، لان هذا كله ايش ثابت، انت بتكامل الاكس قاعد. شو تكامله هذا؟ بتزيد له واحد، 2 كي زائد واحد على 2 كي زائد واحد. خلصت؟ بتحط زائد سي، السي له ثابت التكامل. كيف بدي اوجد ثابت التكامل؟ احسن شيء عوض قيمه بتطير هاي السيريز كامله. ايش احسن شيء؟ اللي هو الصفر. عوض الصفر بتصير كلها اصفار. فخلينا نعوض اكس يساوي صفر. يلا شو عندك هون؟ عندك تان انفرس الصفر صفر، وهي كلها صارت صفر زائد سي. اذا شو السي يساوي؟ صفر. طبعا السي مش دائما صفر، بس بهذا المثال صفر. حط بداله صفر بصير عندك تان انفرس الاكس يساوي سالب واحد اس كي اكس اس 2 كي زائد واحد على 2 كي زائد واحد، من صفر لانفينيتي. هاي بتذكرك بشيء؟ فردي فردي. طلعوا لي هذول الاي اس اكس فوق كي تحت مضروب الكي، الكوساين زوجي 2 كي مضروب 2 كي. طبعا هذول التنتين الترنيت، اما هي مش هاي ايش تيجي دائما موجبه. اها طب مين اللي فيها 2 كي زائد واحد؟ الساين. فتذكروا لي، لانه هاي بدي اياك تحفظها كمان، تذكروا لي انه التان انفرس تشبه الساين. ملاحظين كيف؟ سالب واحد اس كي واكس اس 2 كي زائد واحد على 2 كي. بس شو الفرق؟ بدون فاكتوريال، يعني 2 كي زائد واحد اللي تحت بدون فاكتوريال. واذا بتتذكروا بالمحاضره الماضيه قلنا اذا جاء الفاكتوريال تحت شو بتكون الانتربل اوف كونفرجنس؟ بتكون كل شيء. يعني هذول اللي فيهم كي فاكتوريال تحت هذول لاي اكس، يعني بتقدر تعوض اي اكس بدك اياها، يعني معك من ماينس انفينيتي لانفينيتي، هاي الانتربل اوف كونفرجنس. يعني هذول كلهن هاي الانتربل اوف كونفرجنس لهن، معك من ماينس انفينيتي للانفينيتي لهذول كلهن. ليش؟ لانه الفاكتوريال وين جاي؟ في المقام. بينما هاي منين اجت يا حبيبي؟ اجت من هون. طب هذا دائما بيكون كونفرج؟ لا، هذا جيومتريك، هذا بيكون كونفرج اذا كانت القيمه المطلقه للاكس اقل من واحد. مزبوط هيك؟ صح صح. خلينا نحط زائد واحد، بزبط الواحد، لانه هاي الانتربل. فهون ممنوع تعوض شيء اكبر من واحد او اقل من سالب واحد. تمام. يلا هاي بدي اياكم تحفظوها، خليني احط عليها مربع وطالبك تحفظها. مش صعبه، اتذكر دائما انها بتشبه الساين انفرس، بس مش تيجي بالامتحان تقول لي ما قلت ليش عنها. هاي حفظ، هاي بتحفظها زي الساين انفرس بس تحت بدون مضروب. ماشي. يلا تيجي على اللي بعدها. يعني هسه لو جبت لك شيء مثل تان انفرس جواته شيء، خلص طبقه هون وحط بدل الاكس. طيب خلينا نيجي على التان لين، برضه اللين بشتقته بكامل كمان نفس الشيء. ليش؟ لانه بشتقته بتعطيك جيومتريك. خلينا نشتق. يلا قلنا نشوف نشتق له كامل. شو مشتقة اللين؟ مشتقة مداخل اللين على مداخل اللين. حلو كثير. نطلع الاربع عامل مشترك من تحت، شو بتضل هون؟ واحد زائد اكس على اربعة. ممتاز. هسا هاي جاهزة، بصير عندك هون خلي الربع لبرا، مجموع تأخذ هاي اللي هي، بس تأخذها بالسالب لأنه بده يكون واحد واحد ناقص. فهذا شو بتأخذه؟ بالناقص، ناقص إكس على أربعة أسكي. حلو كتير. وزع الكي فوق وتحت وزبطها، بتصير عندك هون مجموع هذا السالب سالب واحد أسكي، الإكس إكس أسكي، و الأربعة أربعة أسكي اللي تحت. طبعا دخل هاي الأربعة لهون بتصير كي زائد واحد. أوكي لحديتهم في عندك مشكلة؟ لا ما عندي أي مشكلة. هذا كتبنا على شكل بورسي. هسا ارجع كامله، انت اشتقيت ارجع كامله، برجع زي ما هو. يلا بدنا نكمل، هسا نكمل الطرفين. طبعا هذا الطرف هيه، هذا شو مشتقته فوق لين تساوي، هذا شو تكامله؟ بدنا نكامل مين؟ الاكس. طيب هات لي الثوابت لهون. هذا سالب واحد اسكي ثابت، وهاي الأربعة اسكي زائد واحد ثابت، كل هذول هذا وهذا ثابت. مين المتغير؟ اكس اسكي. شو تكامله؟ اكس اسكي زائد واحد على كي زائد واحد، وبالاخير زائد سي. طب كيف بدنا نوجد السي؟ بنصفر السيريز، عوض اكس تساوي صفر. خليني نشوف شو بتصير. حطهم صفر، شو بضل عندك هون؟ لان الأربعة وهي بتصفر زائد سي. اذا شو السي قيمتها؟ سي تساوي لن الأربعة. لا تنسى بتحطه هون، يعني بصير عندك لن الأربعة زائد إكس يساوي،
لا تستعجل تفكر السي دائما صفر، مش دائما صفر. هو قديش طلعت لي من الأربعة؟ بتصفر السيريز دائما. وهاي مجموع سالب واحد اس كي اكس اس كي زائد واحد على أربعة اس كي زائد واحد في كي زائد واحد، هاي من كي تساوي صفر للإنفينيتي زائد لن الأربعة. وهذا يكتب ابنه. طيب شو وضع هاي؟ شوفوا إذا لقيت لن أو تان إنفرس اشتق وكامل. إذا لقيت المقام عليه تربيع العكس هون كامل، عفوا كامل واشتق، يعني نفس الشغل بس شو بنعمل العكس، بدل ما نشتق ونكامل هون بدي نكامل ونشتق. كيف؟ شو تكامله هذا؟ هذا تكامله واحد على واحد ناقص اكس بطلع. طيب تيجي هون تأخذ الواحد على واحد ناقص اكس، هاي زي الجيومتريك دائما إذا لقيت تحت تربيع العكس بدل ما تشتق وتكامل كامل واشتق. هاي شو بتساوي؟ اكس اس كي. هسا اشتق، هاي شو مشتقتها؟ سالب مشتقة مقام على مقام تربيع. وهذا شو مشتقته؟ بتجيب الكي لهون اكس اس كي ناقص واحد، ومن كي تساوي واحد للافتسوش عند اشتقاق اللي بتحول بدل صفر شو بتصير؟ هاي أول فكرة حكينا عنها. خلينا نرجع لفكرة التايلر، المرة الماضية ما حلينا عليها كثير. شوف التايلر لازم نحولها، مش لازم بس أفضل طريقة إلها أنه نحولها لماكلورين، لأنه الصيغ اللي احنا حافظينها كلها ماكلورين. ده بتتذكروا في المحاضرة الأولى أو المحاضرة الماضية حكينا هاي كلهم ماكلورين. يعني ماكلورين يعني إكس أس كي كلهم، مش تايلرات هذول. يعني إذا بدك تايلر تحايل على التايلر اعملوا ماكلورين. حتى هاي الصيغة اللي كنا نستعملها قبل شوي كمان كانت ماكلورين. طيب كيف تحايل عليها؟ خليها صفر. مثلا إجاك سؤال زي هذا بده تايلر عند مين؟ عند هاي. بتفرض الواي تساوي إكس ناقص الناقص واحد، يعني زائد واحد. اتفقنا؟ حلو. إذا شو صارت الإكس عندك تساوي واي ناقص واحد؟ نرجع على المسألة. شو المسألة هي؟ E أس X، بدل الإكس بتحط Y ناقص واحد. شو بستفيد؟ خلص هذا الواي صار ماكلورين، يعني باجي هسه هاي فكفكة تصير E أس Y في E أس سالب. خلينا نحط الإي أس سالب واحد هون. طيب ليش هيك عملت؟ لأني بدي الواي أس كي تصير. هسه الإي أس واي هاي حافظين احنا، الإي أس X شو بتصير؟ اي اس واي، واي اس كي عم نضرب الكي، واي هاي مجموع واي اس كي عم نضرب الكي من صفر لفين. تمام هسا رجع الواي، رجع الواي. شو الواي هو اصلا؟ اكس زائد واحد. هاي اكس زائد واحد اس كي، ودخل الاي لجوا بتصير اي اس سالب واحد هون. تمام هيك خلص، هيك صارت تايلر عند مين؟ عند السالب واحد. خلينا نشوف السؤال الحلو، مهم هذا السؤال. أول إشي شو طالب هون؟ تايلر عند الثلاث. إذن أول خطوة بنفرض الواي يساوي إكس ناقص الثلاثة. يعني لو تيجي تحط بدل إكس ثلاثة يعني واي صفر، الواي ماكلورين هذا. حلو، ودي الثلاث لغات بصير إكس تساوي الثلاث زائد واي. ارجع للسؤال، عندك لين 2 اكس ناقص 7 صح؟ عوض لي بدل الاكس 3 زائد واي هون، اضربها ب 2 تتوزع هون وهون، بصير 6 زائد 2 واي ناقص 7. يعني صار عندي لين 2 واي ناقص 1. حلو، اللين تذكروا شو كنا نسوي فيه قبل شوي؟ كنا نشتقه من كامله. يلا شو مشتقته؟ مشتقة مداخل اللين على مداخل اللين. تمام اعملها ماكلورين. قلنا ايش؟ بدي فوق واحد بطلع من هون اثنين، ضلت واحد، وبدي اطلع السالب واحد عامل مشترك هون. ليش؟ عشان تصير واحد ناقص اثنين واي. هيك جاهزة. انا بدي هون واحد واحد ناقص، فهذا مضروب بسالب، لو طلعت السالب بصير واحد ناقص اثنين واي. هي جاهزة. شو صارت عندي هون؟ صارت هون سالب اثنين وهاي اثنين واي اسكي. نايس، وزع الكي هون وهون بتصير عندك
طبعا في سالب هون ندخلها 2 اس كي واي اس كي زائد 1 لانه هذا 2 اس 1 مش مجمع الاسس. تمام، هسه شو بدنا نعمل؟ بدنا نرجع نكاملها عشان تصير لين. يلا بدنا نكامل هسه، بصير عندك هون هذا مشتقته فوق بصير لين 2 واي ناقص 1 يساوي الثابت ملناش علاقه فيه، تكامل هاي واي اس كي زائد 2 على ك زائد 2 من ك تساوي 0 لانفينيتي زائد سي. كيف نطلع السي؟ بنعوض الواي تساوي 0، والمفروض انه نعمله بالمطلق هذا على فكره، انا حاسس حالي هيك. تقدر تعوض واي 0 هون؟ تقدر ايش صح؟ مطلق بس بزبط، يعني هم مطلق ما هو اصلا. خلاص خلي السؤال كله مطلق اصلا. اوكي. عوضنا بدل الواي صفر. دقيقة هسه هي شو قلنا؟ مشتق مداخل لين على مداخل لين. تمام، هسه نعوض بدل الواي صفر، حطهم صفر صفر، بتصير عندي السي تساوي صفر، يعني هي مطلق لانه هون طبعا مش بتعرفوا عند التكامل بحطه مطلق عشان اذا طلع سالب مطلق، فبيعطيني هون السي تساوي صفر اذا عوضنا الواي صفر. طبعا فصارت هاي السي صفر. هسه رجع الاكس بدل الواي نرجع ايش؟ اكس ناقص 3، تصير 2 اكس ناقص 6 ناقص 1 ناقص 7، وهون عندي سالب 2 اس كي على كي زائد 2، وبدل الواي شو بنحط؟ اكس ناقص 3، تصير اكس ناقص 3 اس كي زائد 2 من صفر لابد. تمام هيك بس حولنا. يلا خلينا نجي على اشي مهم وسهل اللي هو كيف نحسب الصم. بتقولوا لي طيب ما هذا اخذناه 9.3، لا رايحين ناخذ اشي صم جديد هالمرة. شو هو؟ بدنا نرجع رجوع بهدول، هدول الاي مش تعلمناه بهذا الشكل نكتبه على شكل ماكلورين تمام او باور سيريز. هسه لو قلت لك اجمعها شو بتعمل هون؟ بتعمل اي اس اكس هون كوس. طب كيف تعرف انت؟ شوف اللي تحت، اذا عندك فكتوريال اعرف انه اي. ركزوا لي شوي، اللي فوق بنقدر نزبطها بس اللي تحت التزم بيها، التزم بالفكتوريال. اذا في تحت كي فكتوريال شو بتكون؟ اي. اذا 2 كي فكتوريال كوساين، 2 كي زائد 1 فكتوريال ساين. طب 2 كي زائد 1 بدون فكتوريال شو بتكون؟ تان انفرس، مش تعلمناها قبل شوي؟ تمام. يلا خلينا نشوف شو بدنا نسوي بهذا. اول شيء الاولانيه سهله، هاي الاولانيه جاهزه اصلا. شو هاي؟ هاي اكس جيومتريك، اكس اس كي هي عباره عن 1 على 1 ناقص اكس، هاي بنعرفها طبعا حيث اكس اقل من 1. تمام. شو دخل هاي؟ ركزوا لي بهالموضوع شوي، ركزوا لي بهالموضوع شوي. مرات احنا بنشتق الجيومتريك ومرات بنكاملها. شو يابا؟ مرات بنشتق الجيومتريك ومرات بنكاملها. اذا لقيت هون كي، طبعا هاي مش جيومتريك لانه في كي هون، الجيومتريك بس الكي بالاس. اذا لقيت هون كي شو بنكون؟ مشتقينها. اذا لقيتها تحت بنكون مكاملينها. هون مشتق الجيومتريك اللي فوق، طب خلينا نشتقها. يلا هون بدنا ناخذ هاي الفوقانيه وبدنا نشتقها. يلا هون شو مشتقته؟ هذا مشتقته مجموع من كي تساوي 1 لانفينيتي كي اكس اس كي ناقص 1. متذكرين عند الاشتقاق كنا نبلش من الواحد. طب هذا شو مشتقته؟ مشتقة سالب مشتقة المقام على المقام تربيع. حلو كثير. طيب شو ظل ناقصني؟ هو بده هاي الكي اوكي وهاي اكس اس كي، خلينا نضربها باكس اس واحد عشان يروح هذا اللي هون. يلا نضرب الطرفين باكس اس واحد، بضرب هذا الطرف باكس اس واحد تمام، وبضرب هذا الطرف باكس اس واحد. هون طبعا لما تضرب هاي مع هاي اجمع الاسس بيروح سالب واحد، مو سالب واحد زائد واحد واحد. بتصفي عندي هون كي اكس اس كي تساوي اكس على واحد ناقص اكس الكل تربيع. خلص هيك جاهز. تمام. طب لو قلت لك هون نعمل هوم ورك، هاي هوم ورك، اوجد مجموع كي نص اس كي اوكي، او بلاش هوم ورك، خلينا نطبقها.
تيجي هون بدل الاكس شو بتحط؟ بتحط نص، فبتصير عندك فوق نص وتحت واحد ناقص نص تربيع، اللي بتطلع نص على ربع اللي اثنين بتطلع جوابها. تمام؟ يعني هون انت بتشتغل، افرض جاب لي السؤال زي هيك، بحط هون اكس بشتغل هاي واخر شيء بعوض بدل الاكس. تمام؟ فانت دائما بس تشوف اكس اس كي بدون فيكتوريال، اللي فين فيكتوريال خلاص مبينات. ركزوا معي، هذا الموضوع مش كثير معقد ترى فكره، يعني فيه شغلات واضحه، بس تشوف كي فيكتوريال عينك على الاي، 2 كي فيكتوريال كوساين، 2 كي زائد 1 فيكتوريال ساين. هسا اذا فيش فيكتوريال على طول بتركز على مين؟ على الجيومتريك. هاي ممكن تلاقي الكي هون اشتقها، اشتق الطرفين وظبطها. ممكن تلاقي الكي تحت بتكملها، هو خلينا نكملها، نيجي على هاي وبدنا هون نكمل. يلا شو تكاملها هاي؟ هاي اكس اس كي زائد واحد على كي زائد واحد، وهون شو تكامله؟ مشتقته بده سالب واحد، هون سالب لن الواحد ناقص اكس، خلص زائد سي بدنا. طيب خلينا نعوض السي، دائما عند التكامل تسوش سي، عوض السي الاكس عفوا صفر، هاي بتصير صفر وهاي صفر زائد سي، اذا سي صفر. خلص اذا صار عندك هذا مجموع اكس اس كي زائد واحد على كي زائد واحد من كي تساوي زيرو للانفينيتي تساوي سالب لين واحد اكس. طبعا انطاك رقم بتعوض الرقم هون، اتفقنا؟ طبعا هذول تعات الجيومتري كل المحصورات بهذا، ما بصير يعني لو اجي اعطيك اشي اكبر من واحد او اقل من سالب واحد بتقول لي دايفيرج، هي كلها مجموع ضمن هذا الاشي. بس هذول اللي فيهم فكتوريال كلهم هذول كونفيرج دائما هذول. يا اوكي خلينا نجي على سؤال 4. هون ايش بلفت انتباهك؟ هون الفكتوريال اللي تحت حلو كثير، فكتوريال اذا ايه فكتوريال شو يعني ايه؟ هسه شو بدل الاكس وحاط 3، اذا ايه 3 خلص هذا الجواب. يا عيني عليك. طب هذا في كي، طبعا معناته شو عامل؟ معناته في اشتقاق للاي، الاكس اس كي اي. خلينا نبلش من الاي، هاي الاي اي اس اكس هاي شو بتساوي اصلا؟ اكس اس كي على مضروب الكي. حلو تمام. طيب كيف بدي اجيب هاي الكي لهون؟ بدنا نشتق. حلو اشتق الطرفين، هون كي اكس اس كي ناقص واحد على مضروب الكي كلها ثوابت هاي، والاي شو مشتقته اصلا؟ اي. وبتبلش منين؟ من الواحد لما تشتق، مش تنسى. بدي اشيل هاي بضرب الطرفين باكس، نضرب بإكس شو بتصير هون؟ ك إكس أس ك، لما تضرب بإكس بتروح السالب واحد على ك فكتور اللي هون إكس إي أس إكس. تمام ارجع لي لهاي ك وتحت ك فكتوريال، طبعا هي واحد أفهم مش صفر، زبطناها فوق هي واحد شايفينها. أوكي طيب شو هو عامل؟ بده يعوض. مهم برضو هذا كل شيء، هاي المحاضرة صح ثلاث ورقات ترى فكرة، خلصت صح ثلاث ورقات بس كل كلمة فيها مهمة، توقع أي إشي بيها يجي عليه أسئلة. ماشي كتير كتير مهمة، هي آخر محاضرة بالسيريز، المحاضرة الجاية رح نبلش شابتر 10 إن شاء الله. طيب شوفوا لي هون هاي، أوكي منين جبناها؟ بلشنا من إي واشتقيناها عشان هاي الكي اللي هون. أوكي مرات بجوز نكامله نحطها تحت. يلا هسا بدل الإكس شو بدي أعوض؟ اللين رح تعوضه هون وهون، يعني هاي رح تساوي لين اثنين إي أس لن اثنين، طبعا إي مع اللين بتروح بصير اثنين لن اثنين. هذا الجواب. طبعا ممكن ترفع الاثنين لفوق تصير لن الأربعة زي ما بدك، المهم هذا الجواب. طيب نيجي هون في فكتوريال فكتوريال كثير حلو، 2 كي زائد 1 فكتوريال خلاص على طول ساين. شو بدل الإكس حاطه؟ باي. إذا قديش ساين الباي؟ صفر، إذا هي مجموعها صفر. طيب حاط لي 2 كي زائد 1 وحاط سالب 1 أس كي، طب لازم هون يكون 2 كي زائد 1، تنسوش يعني احنا هاي اللي حاطينها اي شيء تحت بيكون زيه فوق صح؟ في هون سالب 1 اس كي، هاي 2 كي زائد 1 هاي 2 كي زائد 1. طب هون شو حاط لي تحت؟ اللي فوق شو بعملها؟ 1، اعمل 1 اس 2 كي زائد 1، مش 1 اس اي شيء 1، صارت نفس الصيغه الفوقانيه نفس صيغه الساين، اذا هاي ساين الايش؟ الواحد. طيب ما هي نفسها، شو مش عارف شو الفرق بينهم. والعايده انا لا مش عايده، هذا شو حاط هون؟ فكتوريال. ها بدون فكتوريال، اللي بدون فكتوريال شو بصير؟ زي الساين بالضبط بس بدون فكتوريال، هذا تان انفرس. شو تان انفرس الواحد؟ باي
على أربعة برضو، هاي مهمة كمان. طبعا صاين واحد ما خلص هيك بيظل. أوكي نيجي على الإشي الحلو، نيجي على الإشي الحلو. عندك هون 2K فكتوريال، إذا هي كوساين لا تغير في خلق الله، خليها زي ما هي. الفكتوريال ما بتغير. طيب حلو كثير، خليلي هاي 2K فكتوريال زي ما هي، والسالب 1 اس كي زي ما هو. تمام، شو ظل بدك تغير فيه؟ طيب خلينا نشوف شو ظل عندي فوق. حطينا سالب 1 اس كي، شو ظل عندي فوق؟ باي اس 2 كي. تمام، طيب حطينا 2K فكتوريال تحت، شو ظل عندي تحت؟ 16 اس كي. طب تقدر توحد الاس؟ اه بقدر، بقدر اعمل هاي 16 4 تربيع، صح؟ بصير 4 اس 2 كي. طب لمهن بصير باي 4 اس 2 كي، خلص حطهم. هذا ترى كثير مهم، هذا اللي راح نحله هسه. اذا هي صارت تحت 2 كي فكتوريال وفوق 2 كي، اذا نفس الشيء. اذا هي صيغه مين؟ الكوساين. اذا صار عندي كوساين الباي على 4 اللي هو 1 على جذر 2. اخر سؤال راح نحله وركزوا لي فيه مزبوط. في كثير ناس ترى مرات بنغره، بس شوف 2 كي زائد 1 بفكرها صاين، بس بيقول لي هيها هيها 2 كي زائد 1 خلص هيها بينت. لا ما بينت، انا قلت لك اللي فوق بتقدر تتحكم فيه، اللي تحت اللي ما بتتحكم فيه. طب هون شو في عندك تحت؟ 2K، 2K اللي هي مين؟ اللي هي الكوساين. طيب خلينا نروح على الكوساين. اوكي بدنا نظبط امورها. في اكثر من شغله هون مش عاجبتني، اتوقع انتم زيي في شيء عاجبكم هاي، صح؟ الوحيد اللي عاجبتني هاي 2K، خليها هاي ولا بقدر ابدل فيها شيء عادي. طيب حطيناها، شو ظل عندك تحت؟ 9K، هاي 9K. تمام تحت خلصنا شغل تحت، حطينا 2K هون، حطيناها 9K، حاب العب بيها زبطها خليها هون. طيب شو في عندك فوق؟ في عندي فوق باي 2K زائد 1، انا ما بدي 2K زائد 1، بدي باي 2، خليها كامله، خلينا نحطها هون كامله، باي 2K زائد 1. شوفوا هذا عباره عن سالب 1 اس كي في سالب 1 اس 1، مش عند الضرب نجمع. فإذا لقيته حاط لك بدل سالب 1 اس كي، هن هذول القوانين اللي احنا حافظينهم كلهم سالب 1 اس كي. فإذا لقيته حاط لك سالب 1 اس كي زائد 1، معناته في سالب 1 لازم تشيلها. انت هاي السالب 1 اس كي حطها، هاي اللي بدي اياها انا اصلا. ما تنسى انه في سالب 1 ما حطيناها، يعني هون احنا سالب 1 اس كي حطيناها، بس شو ضل عندي؟ ضل سالب 1، حط السالب 1. وهي كامل. يلا شو بدك هسه؟ هسه هذا اللي هون كله بدي اياه يكون اس 2 كي. هذا هيك. هيك بتخلص المسألة، بتصير كوساين. كيف بدي اسويه؟ السالب مش مشكلة، مش بيننا، خليه السالب برا. الباي بتصير باي اس 2 كي في باي اس 1، مزبوط الحكي؟ يا عينيك، عند الضرب نجمع، اوكي. التسعة شو بتصير؟ 3 تربيع، يعني 3 اس 2 كي، حلو. هذول مع بعض بتلمي نفسها، شو بضل عندك؟ يعني بصير عندك هون باي على 3 اس 2 كي. لا مش الاس بتوزع فوق وتحت، شو بتضل هون؟ سالب باي، هاي سالب باي. يعني شوف علي، السالب باي بدك تحطها برا، ملهاش دخل بالموضوع، طلعناها برا. هون بدنا نحط ايش؟ الباي على 3. طيب نرجع للسؤال. شو في عندك برا؟ في عندي برا سالب باي. طيب هاي شو؟ 2K فكتوريال فوق 2K، اذا هاي كوساين. اذا كوساين، كوساين مين؟ الباي على 3. طب قديش كوساين باي على 3؟ نص. وهي سالب باي، اذا الجواب النهائي سالب باي على 2. وهيك بنكون خلصنا السيريز. رايحين ننزلكم اسئله فيها افكار وورق عمل، يعني احتمال كبير اعمل كمان مراجعه، لانه هاي المواضيع شوي دسمه بدها تركيز. احنا خلصنا السيريز، اهم شيء، اهم شيء خلصنا السيريز. راجعوا منيح، اغلب الاسئله بتيجي على السيريز. يعطيكم العافيه شباب، خصوصا اللي سهرانين هسه، الله يعطيكم الف عافيه.